نحن في مسألة 43. أي عبارة تصف التمثيل البياني للمعادلة التالية: x تربيع زائد y تربيع زائد 4x ناقص 6y ناقص 3 يساوي 0، ونريد الحصول عليها بالشكل المألوف للمخروط المربع، ولا أعرف تسميته الرسمية، ويمكن القيام بهذا من خلال إكمال المربع لكل من X و Y. أعتقد أن تسميته متعدد الحدود الفرعي، ومن ثم يكون بمقدورك أن تدرك نوع القطاع المخروطي هذا. إذا دعونا نفصل عبارات X و Y، وسأستخدم اللون الأزرق. لدينا X تربيع زائد 4X، صحيح؟ ثم سنضيف عدد ما سيجعل العبارة مربع كامل، فيمكنك أن تخمن ما سنضيفه. لنفترض أننا سنضيف 4، لأن x تربيع زائد 4x زائد 4 عبارة عن x زائد 2 تربيع. لذلك سأكتب هذا باللون الأرجواني حتى تتذكر أننا قمنا بجمعه، هذه لم تأتي من أي مكان. فإذا قمت بإضافة 4 هنا، فعلي أن أضيف لهذا الجانب 4، هذه إشارة المساواة. حسناً، ثم دعوني أقوم بعبارات الواي، سأكتبها بلون مختلف: زائد واي تربيع ناقص 6y. ماذا يمكن أن نضيف هنا؟ نصف ناقص 6 يساوي ناقص 3، ثم إذا أردت تربيع هذه ناقص 3 تربيع، سأكتبها باللون الأرجواني مرة أخرى: زائد 9. إذا أريد أن أضيف 9 إلى الجانب الأيمن كذلك، صحيح؟ هذا كله y ناقص 3 تربيع، بالطبع هذه هنا، ثم لدي ناقص 3 هنا. حسنا، الآن دعونا نعيد كتابة هذه العبارة. لقد أضفت 4 هنا لسبب معين، ويمكن تحويل هذا إلى x زائد 2 تربيع زائد، وقد أضفت زائد 9 هنا لسبب معين، لذا يمكن القيام ب y ناقص 3 تربيع. الآن لنقل ودعوني أبقي الناقص 3 هنا، الآن سأقوم بها بلون آخر: ناقص 3 يساوي 4 زائد 9 يساوي 13. دعونا نضيف 3 لطرفي المعادلة، نحصل على x زائد 2 تربيع زائد y ناقص 3 تربيع يساوي 16. الآن إذا فكرت بهذا، هذا شكل الدائرة، هذا x ناقص a تربيع زائد y ناقص b تربيع يساوي r تربيع. أين يقع مركز الدائرة؟ إذن ما قيمة x لتجعل من المعادلة يساوي 0؟ إذن هذه x تساوي ناقص 2، ثم إن قيمة y للمركز ستجعل من هذه تساوي 0، هذا هو المركز ناقص 2.3، ونصف القطر هو الجذر التربيعي ل 16، إذا نصف القطر يساوي 4، ولم يمكن أن يكون ناقص 4، فلا يوجد نصف قطر سالب، إذا الإجابة هي دائرة مركزها يقع على النقطة ناقص 2.3، ونصف القطر يساوي 4، وهذا الخيار D. المسألة رقم 44، ما هو حل المعادلة 5 للقوة x يساوي 17؟ حسنا، هذا يعني أنه إذا أخذنا الأساس اللوغاريتمي 5 للقوة x يساوي 17، يمكن إعادة كتابة هذه بصورة اللوغاريتم. هذا يعني أن اللوغاريتم 17 للأساس 5 يساوي x، ويمكنك قراءة هذا بنفس الطريقة التي تقرأ بها ذاك، 5 للقوة x يساوي 17.
وبالطبع هذا ليس واحدا من الخيارات، وهو غير مستخدم في الآلة الحاسبة لأنه لا يوجد زر خاص بلوغاريتم الأساس 5. دعوني أكتب بهذه الطريقة، أنا فقط أبدلهم x تساوي لوغاريتم 17 للأساس 5 لأنها هكذا أسهل لي للتعامل معها. لقد أثبت هذا في عروض سابقة لخان أكاديمي، لكن يوجد ملكية عامة سأكتبها هنا. إذا كانت x تساوي لوغاريتم a للأساس b، هذا يساوي لوغاريتم a للأساس 10 مقسوما على لوغاريتم b للأساس 10. علينا أن نختار الأساس نفسه، يمكن أن يكون لدينا الأساس ويمكن أن لدينا اللوغاريتم الطبيعي ل a مقسوما على اللوغاريتم الطبيعي ل b. يمكنك القيام بأي لوغاريتم تريده، لكن الأساس 10 يمكن حسبه على الآلة الحاسبة. إذا يمكننا أن نقول أن هذا يساوي لوغاريتم الأساس 10 ل 17 على لوغاريتم الأساس 10 ل 5، وهذا يجب أن يكون أحد الخيارات. أجل، هذا هو الخيار دي. السؤال التالي يقول: حسنا، المسألة رقم 45 سأكتبها 45. إذا كان لوغاريتم الأساس 10 ل x يساوي ناقص 2، فما هي قيمة x؟ هذا في الحقيقة 10 للقوة ناقص 2 يساوي x، 10 للقوة ناقص 2 يساوي x. اللوغاريتم يخبرنا أي أس يجب أن نرفعه على الأساس لنحصل على ما قمنا بإدخاله إلى عملية اللوغاريتم. فإذا رفعنا 10 للقوة ناقص 2 نحصل على x، 10 للقوة ناقص 2 وهي 1 على 10 للقوة 2 ويساوي x، أي 1 على 100 يساوي x، وهذا الخيار c. أعتقد أنه يمكنني حل مسألة 46 هنا. 46، أي معادلة تساوي لوغاريتم الأساس 3 لواحد على 9 يساوي x؟ حسنا، اقرأها بنفس الطريقة التي قرأت السؤال 45 بها، ويقول 3 للقوة x يساوي 1 على 9. لنكتب هذا: 3 للقوة x يساوي 1 على 9. هل هذه واحدة من الخيارات؟ إنها الخيار C. أعتقد أن هذا كان سهلا بطريقة غير متوقعة. عليك فقط أن تعرف ما هو اللوغاريتم. حسناً، مسألة 47. دعوني أبدل الألوان، المسائل جميلة على ما أعتقد. 47، سأقص وألصق هذه لأنها مثيرة للانتباه. دعوني أرفعها للأعلى قليلاً لنستطيع قراءتها، لأن المطلوب منا أن نحدد الخطوة الخاطئة. حسنا، دعوني أنتقل إلى هنا. حسنا، المطلوب الآن هو تحديد أول خطوة غير صحيحة في تبسيط لوغاريتم الأساس 4 ل 4 على 64. حسنا، الخطوة الأولى لوغاريتم الأساس 4 ل 4 على 64 يساوي لوغاريتم الأساس 4 ل 4 ناقص لوغاريتم الأساس 4 ل 64. هذا صحيح. عندما نقسم عبارة اللوغاريتم أو عندما ندخل في عبارة اللوغاريتم، فهذا يعادل أخذ لوغاريتم العدد الموجود في الأعلى ونطرح منه لوغاريتم العدد الموجود في الأسفل. عندما نقسم عددين لهما نفس الأساس فإننا
يكون علينا أن نطرح الأسس، وقد أثبتنا هذا في عرض سابق، لكن يكفي أن تعرف أنها خطوة صحيحة حتى الآن. إذن ما هو لوغاريتم الأساس 4 لـ4، أي 4 مرفوعة للقوة كم يساوي 4؟ بالطبع ستساوي 1. و4 مرفوعة للقوة كم يساوي 64؟ لنرى 4 للقوة 2 يساوي 16، 4 للقوة 1 يساوي 4، 4 للقوة 2 يساوي 16، 4 للقوة 3 يساوي 4 ضرب 16 يساوي 64. إذن 4 للقوة 3 يساوي 64، إذن الإجابة هي 3. إذن يجب، دعونا نرى، لوغاريتم 4 ناقص 16 صحيح، فيجب أن يكون 3، أو يجب أن يكون ناقص 3. إذن الخطوة الثانية هي أول خطوة غير صحيحة، فقد كان سوء تقييم لوغاريتم الأساس 4 لـ64، لقد اعتقدوا أنه 16 لسبب ما، وأعتقد أنهم قاموا بقسمة 64 على 4، لكنها في الواقع 4 للقوة 3 يساوي 64، 4 للقوة 3 يساوي 64، إذن الإجابة هي 3، إذن الخطوة الثانية هي أول خطوة خاطئة. السؤال التالي، حسناً، لنرى، حسناً دعوني أرى، انتظروا قليلاً. حسناً، صورة واضحة، وأعكس الألوان، ودعوني أقوم بنسخ ولصق هذا لأنه مثير للاهتمام حقيقة. سأحاول نسخ ولصق مسائل كتابية قدر الإمكان. المسألة 48، دعوني أكتب هذا في الزاوية، في هذه الزاوية 48. جميل، مالك، شيرين، ورندا، كل منهم يحاولون حل نفس المسألة على السبورة، وحل كل طالب يوجد في الأسفل. قال معلمهم أنه عندما حصل على الإجابات واحد منهم فقط وصل إلى الاستنتاج الصحيح باستخدام خطوات صحيحة. حسناً، المطلوب منا هو إيجاد الحل الصحيح. دعوني أنسخ وألصق هذا. إذن الإجابة الصحيحة تماماً. حسناً، دعونا هنا نفكر في كل ما عمله كل منهم، وهذا يبدو وكأنه تعامل مع الأسس. حسناً، لدينا x للقوة 3 ضرب x للقوة ناقص 7، وهذا بالطبع خطأ، لأن x للقوة ناقص 7 يساوي 1 على x للقوة 7، 1 على x للقوة 7، والإشارة يجب أن تكون موجبة هنا، إذن إنه مخطئ. شيرين، x للقوة 3 ضرب x للقوة ناقص 7، أجل هذا يساوي x للقوة 3 على x للقوة 7، ثم لنرى 1 على x للقوة 4، هذا صحيح لأن هذا يساوي x للقوة 3 ناقص 7، أي x للقوة ناقص 4، x للقوة ناقص 4 يساوي 1 على x للقوة 4. إذن يمكن أن أقول أن حل شيرين يبدو جيدا، رغم أنه كان غريب نوعا ما، حيث أنها انتقلت مباشرة إلى 1 على x للقوة 4، وربما أنها قفزت عن الخطوة هذه. حل مالك، x للقوة 3 ضرب x للقوة ناقص 7. حسنا، قام بنفس خطأ جميل، x للقوة ناقص 7 هنا يجب أن تصبح 1 على x للقوة 7، وهذا ليس صحيح. الآن حل رندا، اتخذت هذه الخطوة بطريقة صحيحة، لكن هذا يجب أن يكون x للقوة ناقص 4، إذن هذا ليس صحيحا. إذن الوحيد الذي قدم حلا صحيحا هو شيرين. كم كان رقم الخيار؟ إنه C، الخيار C. لقد انتهى الوقت، أراكم في العرض التالي.